في إلى قصة هالأغنية، كيف خلقت؟ من وين خلقت؟ خلقت أنا عشت عليها عمري كله، يعني هاي الأغنية محفورة بذاكرة العيلة كلها. كنت بال 2019 في لبنان عم صور مسلسل هوس والساحر، وكنا بأوتيل البورتو ميليو بالكسليك، وكان كورونا وانحبسنا شهرين تقريبا هون، ما في طيران، ما في سفر، ممنوع التجول، كان حالة رعب، يعني ممنوع حدا يطلع يسافر، صار عندي حالة تروما وخوف انه يا ترى بقدر ارجع اشوف مرتي وولادي، يعني صرت ادور على طيارة خاصة انه بس بدي اسافر. تستحضرك ذكريات وانت قاعدة، فدقيت لاخي قلت له عادل بابا غنى مرة شريط بالضيعة بدون موسيقى، عنده هيك مجموعة اغاني بدون موسيقى، فيك تطلع لي محلى الفسحة عندك موجودة؟ قال لي ايه اي عندي اياها. قلت له بعت لي اياها على لبنان، خليها تكون نسخة نظيفة على سي دي. قال شو عم تعمل؟ قلت له مفاجأة، بسوي لكم مفاجأة. أخذتها على استديو لعند فادي جيجي وسمعته الكاسيت، وركبنا موسيقى شوي حديثة متطورة، وجبنا كورال وكأ، ومثل ما سمعت. شو كان ردة فعل إخوتك لما سمعوا الأغنية؟ فرحوا وقالوا إنه يا ريت لو البابا موجود وسمع، لأنه رح يفرح كتير، يعني رح يكون سعيد إنه تسجلت بهي الطريقة وبهذا التوزيع. يعني أنا عم بحكي لك عن تاريخ عن 62 و72، يعني قبل 50-60 سنة هي الأغنية، يعني مش هي أغنية من الفولكلور الساحلي الإسكندراني، يعني بين مصر وسوريا، في كتير أغاني. بس بالنسبة لك هي غنية بيك؟ أنا هي غنية بيي. بأي لحظة من حياتك بتحب تسمعها؟ بلحظة نجاحك، بلحظة ضعف، بلحظة استسلام، الحنين؟ كتير بسمعها قبل ما أكون رايح على التصوير، مثلا رايح اليوم عندي أوردر تصوير، عندي شريط كامل له، يعني سلطن، يعني بيعمل لي مود حلو، وخاصة إذا في مشاهد شوي فيها نوستالجي وحنين ودراما بتعمل لي شحنة عاطفية، يعني بتساعدني هيك على استعارة بعض هاي اللحظات بالمشاهد الصعبة أو المشاهد اللي فيها دراما. يعني التجربة بالحياة هي تراكم، يعني الألم بالحياة هو أهم تجربة للإنسان، يعني مشوار الحياة لا يخلو من الصعاب والآلام والصدمات و